عليك. يا سلام، امال اللي كان بايت هنا ده كان بيعمل ايه؟ اخص اخص عليك يا انجي، يبات معاك في شقه واحده وانت مش على ذمته. اهدى اهدى يا بابا، هفهمك كل حاجه، هتفضحني. لسه في حاجه تانية هفهمها. ايوه في ايه ده؟ ايه؟ انا هفهمك، عايزاك تساعدني في الخطه اللي عاملاها على علي. خطه ايه يا ست انجي؟ انا هفهمك. ايه يا استاذ علي مالك؟ شكلك كفران كده ليه؟ انت مش اتصالحت انت والست انجي وبقيت في سمنه على العسل خلاص؟ احنا بقينا سمنه فعلا، بس مش على العسل، بقينا سمنه ومفقوش عليها بالطين. ولما انتوا مفقوش عليها بالطين بالصلاه على النبي كده وبتاكلوا ومبسوطين، الست انجي واخده هبه مراتي حبيبتي تساعدها ليه؟ تساعد مين؟ ده انا اللي بساعدهم. بس ارجع واقول الغلط مش على مراتك، ما هي لو متجوزه راجل ما كانش سابها تبات بره. لاحظ كده انك بتغلط فيا. انا ما بغلطش فيك، انا بغلط في الرجاله اللي ما بقاش عندهم لا نخوه ولا مروه ولا شهامه. الله، ده انت بتوصفني بقى. انا ما بوصفكش انت، بس كل واحد اضرب نفسه. ده انت كده بتغلط في رجولتي. انا ما بغلطش في رجولتك، بس في راجل يقبل ان مراته تبات في شقه راجل تاني لمؤاخذه؟ وايه لازمه لمؤاخذه؟ طب لمؤاخذه بقى، الست هبه مراتي حبيبتي كانت بايته عند الست انجي، ها؟ ولا انت بتحور الكلام يا استاذ علي؟ انا ما بحورش، بس هبه مراتك والست انجي كانوا بايتين عندي في الشقه لمؤاخذه. ده انت بتسخنني بقى، ده انا كده سخنت على الاخر. ما هو ده المطلوب لمؤاخذه. طب انا بقى هوريك الرجول على حق. كلام يا شعبان، طول عمرك بتقول كلام وبتلخع على الفاضي. ما بقاش كلام بقى فعل. ايه تسيبي شقه الست انجي دلوقتي حالا؟ صحيح معلومة، شقة الأستاذ علي. شقة الأستاذ علي؟ سيبي شقة الأستاذ علي وتطلعي على بيتك، يا إما عظيم يمين تلاتة، أقسم بجلال الله والله العظيم. عبال ما تخلص حلفان هكون أنا عزلت من عمارة. وحياة عيالي لو ما طلعتي دلوقتي لا تكوني طالق، فاهمة ولا لأ؟ وزمان طنط رجاء وهبة ومغاوري البواب بيعملوا كل اللي اتفقنا عليه. المهم دلوقتي أنتوا عرفتوا هتقولوا إيه لبابي أول ما يدخل؟ عرفنا يا مامي. ما تخافيش يا إنجي. انت كده راجل يا شعبان؟ راجل؟ ده انت وديتني في داهيه، دي هبه كده هتفرمني. انا ما وديتكش، انت اللي عملت فيها راجل. لا مؤاخذه. لا مؤاخذه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس اوكي اوكي، استعدوا بقى. الجدع ده معاه مفتاح الشقه لحد دلوقتي. مش وقته يا بابا. مش وقته بس يا انجي. اهلا يا علي. ازيك يا عمي؟ عمك ايه؟ الكلام ده كان زمان خلاص، احنا دلوقتي انفصلنا. وانا كنت متجوزك انت. بتقول ايه؟ لا ابدا. حضرتك جيت امتى؟ جيت امتى ايه بس يا علي؟ ما انا بايت هنا من امبارح. لا دمك خفيف يا عمي، وانا بقول السكر ده طالع لمين؟ ايه يا علي؟ ايه سكر وشاي اللي بتقولها دي؟ راي وجود بابا برضو، وبعدين احنا فعلا منفصلين. ومالك مستغرب كده؟ بابا فعلا كان بايت هنا امبارح. لا والله. ايوه طبعا يا بابي، امال عايز جده يسيب مامي مزه حلوه كده تنام لوحدها مع راجل غريب؟ مين ده؟ في ايه يا علي؟ ايه اللي مين ده؟ سولي ابنك. ما انا عارف انه المدعو ابني، بس الكلام ده ما يخرجش من ابني. لا 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 يا جماعه، كده الموضوع زايد وما يتسكتش عليه. انا شايفه ان بابي حالته النفسيه ابتدت تتدهور يوم بعد يوم. مين دي؟ في ايه يا علي؟ دي مي بنتك. ما انا عارف انها المدعوقه بنتي، بس مش مصدقها ولا مصدقكوا. لا كده الموضوع بقى جنان رسمي. مين دي؟ نعم كمان نسيت انا مين؟ انا انجي المدعوقه مراتك، قصدي اللي كانت مراتك اللي خلفت لك المدعيق دول، ولا نسيت؟ وانا كنت نسيت حاجه قبل كده؟ ايوه نسيت يا علي، نسيت ان احنا امبارح اتعشينا مع بعض رنجه وبصل اخضر. لا والله. والله يا بابي حتى شم. امشي. حتى يا بابي احنا لعبنا جيم بلاي ستيشن وكسبتك 6-1. يا سلام. اظن كمان مش فاكر 10 الطاوله السخنين اللي اديتهم لك وما خدتش فيها قوين، هتنكر؟ لا والله. ايوه يا بابي، وانا كمان كنت عايزه اخرج مع صحابي وانت ما وافقتش، ايه هتنكر؟ يا سلام. ايوه وانت ما بقيتش فاكر اي حاجه خالص، هتنكر؟ لا بقى، أنا فاكر كل حاجة، وأنا اللي هفكركوا. أنتِ خليتيني آخد الزبالة وأحطها جنب الباب، وبالأمارة مغاوري كان بيكنس السلم. وكان معاكي رجاء وهبة
وفضلت تطلبه في فطار وحاجات، وانا نزلت اجيبه من عند شعبان. وكل ده حصل وباباكي مش موجود. يا عيني يا علي، يا عيني يا قلب امك، معقولة التهيؤات توصل بيك للدرجة دي؟ انجي انا كل ده صابر عليكي وواقف، وانما ممكن بعد شوية. يا سلام، بعد شوية هتعمل ايه يعني يا علي؟ هقعد عشان تعبت من الوقفة، وبعدين عشان اسمعك كويس. ايوه افتكرت. اولا بقى يا سي علي تعالى معايا انا هوريك. اتفضل، ادي الزبالة اللي انت بتقول عليها مرمية هنا بقالها يومين، وانت من امتى يعني بتطلع الزبالة بره؟ عن اذنك. ثانيا بقى، انا بقالي يومين بحالهم ما شفتش هبه ولا رجاء، ما كانوش هنا زي ما انت قلت. ثالثا بقى وده الاهم، ان بابا حبيبي بات معايا هنا في البيت، حتى كان بايت في اوضتي. صح يا ولاد؟ صح يا مامي. لا غلط يا مامي، وانا اللي صح بقى وحاسبت لكم. الشنط دي انا لسه جايبها حالا من السوبر ماركت دلوقتي. يا بابي انت بنفسك قبل ما تنزل لميت تموين البيت كله وحطيته في الشنطتين دول وخدتهم معاك. ايوه بابي، حتى احنا سالناه قلنا لك انت حضرتك واخد الحاجات دي ليه؟ حضرتك قلت لنا هطلعها رحمه ونور لروح انجي مامتكم. اخص عليك يا علي، بتطلع رحمه ونور على روحي وانا عايشه؟ لا بقى، انا مش مجنون وكلكم مجانين، والحاجات دي انا جايبها من عند شعبان تحت في السوبر ماركت. لا اهدى اهدى واعقل يا علي شويه، علشان انا ابتديت بجد اقلق عليك. شعبان ايه بس؟ شعبان فعلا بقاله يومين قافل السوبر ماركت علشان بيوضبه، ولو مش مصدقني انزل شوف بنفسك. هنزل طبعا، هو انا مجنون عشان اصدقكوا؟ الشنط دي انا من الصبح على لحم بطني. هات يا سؤالي، هات. مغلق ازاي؟ يعني ايه مغلق؟ انتوا عايزين تجننوني؟ مالك يا استاذ علي؟ خير في ايه؟ في ايه يعني ايه؟ مش الزفت شعبان كان واقف هنا والمحل ده كان مفتوح؟ محل ايه اللي كان مفتوح؟ المحل ده مكفول بقاله يومين. انت متاكد ان المحل ده كان مغلق؟ لا اله الا الله وسبحان الله، ما هو الورقه مكتوب قدامك مغلق الصيانه، انت ما بتعرفش تقرا ولا ايه؟ طب اخر سؤال، هو انا واقف قدامك بجد ولا دي تهيؤات؟ بصراحه بقى العلم عند الله، بس ما فيش حاجه بيفضل على حاله يعني. اوه ايه يا استاذ علي؟ ايه بتضربني ليه؟ في ايه؟ العلم عند الله. نكد عليك يا بعيد. رجع رجع رجع. لا بقى، انا مش مجنون، انا مش مجنون، انا عايز افوق يا انجي. فوق يا علي وماله؟ عايز تفوق من ايه؟ من كل اللي انا بقيت فيه. هو في ايه؟ انا مش مجنون يا انجي، انا مش مجنون. لا حول ولا قوه الا بالله، طبعا مش مجنون يا علي، انا حرقيت. مي، ايوه يا بابي. انا فاكره. سولي، ايوه بابي، انا كويس اهو. انجي. نعم يا قلب امك. انا مش مجنون اهو. لا انت، انا مش فاكرك، انا مش مجنون يا انجي. مش مجنون يا علي، مش مجنون خالص.